السادس الذي يحمل المهجنات، الذي يحمل المهجنات الأصايل في ثنايا أصحاب السمو الشيوخ، وهو سادس أشواط أو أمسية هذا المساء التراثية الجميلة في المرموم. نسير مع مقدمة الشوط مباشرة إلى المركز الأول، وسلهود على رأس حربة هذا الشوط تحمل شعار يهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يدير تضميرها وعنايتها، بينما المركز الثاني تتقدم في الظبي على ثاني المراكز، الظبي في المركز الثاني، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، خطير المضمرين حاضر مع الظبي ومع المركز الثالث. سلام أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز، هناك شعار القرافة من الجانب الآخر. مشاهدينا الأعزاء، تتواجد الظبي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي يتولى تضميرها. تدخلت في هذه اللحظات نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بن سيف بن لاحج الهاجري في عملية التضمير. المركز في هذه اللحظات المركز السادس هو وصلت فيه في هذه الانطلاقات. هناك وصلت زعزعة في هذه اللحظات من بشعار يهجن الرئاسة ويضمرها، زعزعة مشاهدين الأعزاء يضمرها مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. تتدخل في هذه اللحظة إلى سادس المراكز. أما المركز السابع، جميل اهتاتي في المركز السابع لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، يضمرها سيف بن خلفان لغويص. والمركز التاسع وصل التاسع المراكز، وصلت السبعة في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمد بن عبد الله الثاني. صالح بن سعيد الوهيبي يتولى تضميرها. والمركز العاشر وصلت في عاشر المراكز عوايد، تعود ملكيتها في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والسلطان الملعاي اللي يتولى التضمير. هذه النتيجة للعشر المراكز في مسار هذا الشوط وتحدياته، في مسار هذا الشوط وانطلاقاته الجميلة. الشوط الذي يحمل المهجنات الثنايا، الذي يحمل شعارات أصحاب السمو الشيوخ، تشكلت في ألوانها، تميزت في ألوانها، انطلقت على ظهور الأصايل في عالم الأصايل، وهنا في تحفة الميادين عبر شاشة دبي ريسنج في مؤسسة دبي للأعلام، هنا في نقل هذه الانطلاقات والتحديات دائما لمحبي الأصالة، لمحبي الانطلاق الجميلة. نعود إلى مقدمة الشوط بعد إكمال العشر المراكز الأولى. نسير مع المركز الأول سلهودة، سلهودة على رأس حربة هذا الشوط بفارق رأس. تتقدم المشاركات بشعار هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يقودها في التضمير، الظبي بجوارها من الجانب الآخر، الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية تضميرها. نشوة تأتي في المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يضمرها. زعزع مشاهدين العزاء على رابع المراكز بالشعار الأحمر، شعار يهجن الرئاسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي كذلك في عملية التضمير. ننطلق هناك مع هذه التحديات. شوف الأربع المراكز الأولى، ولكن المركز الخامس تأتينا في سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يضمرها. وصلت هناك وتحركت الظبي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، سالم بن عامر المدهوشي يتولى عملية تضميرها. أما المركز السابع، سابع المراكز جميلة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، سيف بن خلفان لغويص هناك يأتي مضمرا. والمركز التاسع في هذه اللحظات تأتي
هناك لسمو الشيخ حمد بن عبد الله الثاني وصالح بن سعيد الوهيبي في عملية التضمير. والمركز العاشر، هذه العاشرة جميلة مشاهدينا الأعزاء، أو بشوف هناك شعار يهجن الرئاسة في هذا الانطلاق في هذه التحديات، وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في هذا المسار. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الثاني للعشر المراكز في مسار هذا الشوط وتحدياته، جميل للقاية بعد مغادرتنا لمنتصف المسافة والأربعة كيلومترات الذي انقضت وانطلقت مع الثنايا المهجنات. نسير مرة ثانية، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المراكز الأولى. شكرا يا مصورنا على هذه المتابعة. شوف على الكادر العلوي النتيجة كالآتي، لم تتغير حتى هذه اللحظات من البداية، وكان هذا مسار الشوط. المركز الأول سلهودة، سلهودة تتقدم المشاركات بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقدم سلهودة، والظبي المنافسة لسلهودة غيرت الظبي في هذه اللحظات، انطلقت إلى مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يقودها الخطير في التضمير إلى المركز الأول. يا هذا الاندفاع والرقص الجميل على أرضية ميدان المرموم. بينما المركز الثاني تتواجد في سلهودة على ثاني المراكز لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يضمر سلهودة على ثاني المراكز. والمركز الثالث تأتي نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. والمركز الرابع زعزعة تأتي في المركز الرابع بشعار هجن الرئاسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يقودها في التضمير. بينما هناك في هذه اللحظات تأتي نجدة، نجدة على المركز الخامس أو على المركز السادس من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير يضمرها، والظبي متواجدة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي يتولى عملية تضميرها. وهناك الانطلاقات مع السلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يضمرها. وتاسع المراكز وصلت وتحركت ملوح من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، وعاشر المراكز هذه جميلة لاسمه الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان الغويص في التضمير. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا وندانا الثالث للعشر المراكز. خلاص غادرنا مشاهدينا الأعزاء حزام القابات، غادرنا في هذه الانطلاقات جسر العبور، واتجهنا إلى البوابة للعبور، بوابة العبور التي تتغير الأمور ويكون الشوط يحمل أثاره وتحدي على المراكز الأولى. بعد انحناء الميدان، بعد الالتفاف إلى المنصة الرئيسية وإلى خط النهاية في مسار هذا الشوط وتحدياته، سلهود لا زالت هم سيطرة، سيطرة كاملة وسيطرة تامة على المقدمة ليتقدم لأجمل عروضها وأجمل تحدياتها بشعار العاصفة وهجنها. مع هذه الانطلاقات حمد بن راشد بن غدير يقودها مضمرا، وتأتي الظبي على المركز الثاني من البداية، والتنافس ما بين الظبي وسلهودة. الظبي لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ويأتي أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. المركز الثالث بدأت تحرك من زعزعة، زعزعة بدأت تتحرك، بدأت تنطلق هناك مع الثنتين بشعار هجن الرئاسة، مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي اللي يتولى تضميرها. الله يتحرك، بدأ تحرك الشوط، بدأت الأمور مشاهدين الأعزاء تتغير، بدأت السرعة تزيد، بدأوا الأخوة المضمرين يصدرون أوامر خفيفة. أشوف الشوط تغير مساره في هذا الانطلاق، ولكن سلهودة لا زالت على رأس حربة هذا الشوط. سلهودة تقود المشاركات، سلهودة تندفع بانطلاقة ومسار هذا الشوط من البداية بشعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقودها مضمرا مع هذا المسار، ولكن
زعزع مشاهدينا الاعزاء، بدأت تتحرك، بدأت تنطلق على المركز الثاني بإشعار هجن الرياسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. أما ثالث المراكز تأتينا نجدة كذلك مع هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، هذه ثلاثية المقدمة. ولكن هناك شوف المركز الرابع كذلك بدأت تحرك في هذه اللحظة من لفتة، لفتة وصلت في هذه اللحظة ما يبنى لها طاري في المراكز في العشر المراكز، ولكنها في الوقت المناسب لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة يقدم لنا لفتة في هذه الانطلاقات. وهناك الوصول من نشوة كذلك تحركت لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحج الهاجري. ولكن خلونا نعود هنا مع الكيلو الأخير، الكيلو الأخير مشاهدينا الأعزاء بعد انتهى 7 كيلومترات وتبقي الكيلو المتر الأخير إلى الوصول والفوز، ولا زالت سلهودة على مقدمة الشوط، سلهودة على المركز الأول، سلهودة تنطلق بالمقدمة تعلن الفوز حتى هذه اللحظات. ولفتة من الجانب الآخر، بدأت اللفتة من لفتة على المقدمة على المركز الأول لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن محمد بالضبيعة الذي يقدم لفتة. وهناك أيضا تأتينا في هذه اللحظات زعزعة زعزعة وتتحرك نجدة، نجدة وزعزعة ولفتة وسلهود الأربع المراكز، الأربع المراكز الأولى. شوف الرقص في هذا الشوط، شوف التحدي في هذا الشوط، يا سلام يا سلام. هناك سلهودة، زعزعة بدأت تتحرك، زعزعة بدأت تتحرك، انطلقت زعزعة، انطلقت إلى المقدمة. الله الله الله، الشعار الأحمر، الشعار القالي، شعار الشعب، شعار الجماهير، الشعار المحبوب، النقطة الرابعة في هذا الشعار مشاهدينا الأعزاء. وهذه زعزعة بإنجازاتها السابقة، هناك مع هذا الانطلاق، يا سلام. هذه زعزعة مشاهدينا الأعزاء، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيلي على فوز زعزعة بالمركز الأول. المركز الأول والثاني نجدة هناك، وهناك سلهودة من هجن العاصفة. المركز الرابع وصلت في لفتة لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس الظبي لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. هذه الزعزعة مشاهدينا متابعينا الكرام تعلن الفوز على شاشة التلفزيون وتوقيتها الزمني في 8 كيلومترات 12 دقيقة 48 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما وصول المركز الثاني سلهودة في 12 دقيقة 49 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز. والمركز الثالث نشوف هناك ثالث المراكز، 12 دقيقة و49 ثانية 4 أجزاء من الثانية. هذه اللي هي نجدة، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، تهانينا والناموس للجميع.